على حد الرابع من أغسطس، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلس وتتابعون معنا اليوم. أوامر بإغلاق حقل الشرارة جزئيا، عودة الرحلات الجوية بين سبها والإسكندرية، وتابعوا معنا أيضا متى تفرج الأمم المتحدة عن أموال ليبيا المجمدة. وأولى فقراتنا صدى الأخبار. في صدى الأخبار تلتحق بنا زميلة نسرين سليمان. مساء الخير نسرين، وبداية ننطلق مع المؤسسة الوطنية للنفط التي طالبت بدفع أكثر من 142 مليون دولار للشركة الروسية لتسكو. بالفعل وفاء، اهلا بك. طبعا في اول اخبارنا لهذا اليوم، تحصل صحيفه صدى الاقتصاديه على مستندات تثبت مطالبه المؤسسه الوطنيه للنفط بدفع اكثر من 42 مليون دولار للشركه الروسيه لتاسكو المتهمه بتوريد البنزين المغشوش لليبيا، وان ديوان المحاسبه رفض ذلك. طبعا جاءت هذه المراسلات موجهه من المؤسسه الوطنيه للنفط الى مدير الاداره العامه للرقابه على قطاعي الطاقه والشركات الإنتاجية بديوان المحاسبة، وجاءت رد على كتاب بشأن طلب موافاة ببعض المستندات المتعلقة بالمديونية المستحقة لشركة لتاسكو الروسية على المؤسسة الوطنية للنفط مقابل توريد الشركة المذكورة لشحنات المحروقات للسوق المحلي. وجاء في الرد أنه فيما يتعلق بضرورة استكمال الدورة المستندية من خلال مكتب المراجعة الداخلية بالمؤسسة الوطنية للنفط، نفيدكم بأننا بصدد انتظار موافقتكم على دفع القيمة المستحقة للشركة المذكورة، وأنه بخصوص موافقتكم بالقيمة الفعلية للمديونية القائمة بين شركة لتاسكو والمؤسسة الوطنية للنفط، أفادت بأنه قد تم إحالة القيمة الفعلية لديوان المحاسبة بموجب الكتاب الموجه من مدير عام إدارة التسويق الدولي المكلف من المؤسسة الوطنية للنفط، وأيضا بخصوص موافاة بصورة من العقد المبرم مع الشركة المذكورة، أفادت بأن تم بتاريخ 5 فبراير عقد اجتماع بين رئيس لجنة الفحص بديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية. طيب نمر للجنة الإدارة بالمصرف الليبي الخارجي التي عقدت اجتماعها الرابع لسنة 2024، ماذا جاء في هذا الاجتماع؟ بالفعل عقدت لجنة الإدارة بالمصرف الليبي الخارجي بتاريخ 1 أغسطس اجتماعها الرابع لسنة 2024، حيث ناقشت من خلاله ضمن بنودها مشاريع التحول الاستراتيجي التي ساهمت في تحقيق الاستقرار بالمصرف، وعالجت أهم الملفات التي أثقلت كاهل المصرف خلال السنوات الماضية. هذا كما قامت لجنة الإدارة بمتابعة إغلاق الحسابات الختامية للمصرف انتهاء باعتماد التقارير النهائية للمراجع الخارجي حسابات الختامية لسنة 2023، والتي أظهرت نتائج إيجابية، حيث بلغ أجمالي إيرادات النشاط 531 مليون دولار وصافي أرباح بقيمة 503 مليون دولار، وبذلك يكون أجمالي الأرباح المحققة للمصرف خلال السنتين الماضيتين 2022 أو 2023 بقيمة 804 مليون دولار. وتناول الاجتماع أيضا متابعة بعض المستجدات الهامة المتعلقة بمساهمة المصرف الليبي الخارجي، ومتابعة التطور الإيجابي في سير عمل بعض الإدارات الاستثمارية أيضا. طيب نمر لمصرف شمال إفريقيا الذي أعلن عن إطلاق خدمات المرابحات الإسلامية، قدمي لنا التفاصيل. بالفعل استكمالا لأخبار المصارف للصدى الاقتصادية، أعلن مصرف شمال أفريقيا عن إطلاق خدمة المرابحات الإسلامية والمنافع الموصوفة بالذمة عبر تطبيق ناب موبايل ابتداء من يوم الرابع من أغسطس 2024. ويعد مصرف شمال أفريقيا أول مصرف يسمح لعملائه بتقديم طلب الحصول على المرابحة عن بعد بشكل سلس ومرن ومن خلال هواتفهم الذكية، بدلا من التوجه للفرع وتقديم الطلب، حيث أكدت رئيس قسم تحسين وتطوير المنتجات بالمصرف. ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار حرص المصرف على تلبية احتياجات عملائه المتنوعة وتقديم حلول مصرفية إسلامية مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونختم مع مدير عام المصرف التجاري الوطني علي الخويلدي الذي كشف عن تفاصيل خدمة التحويل بين المصارف التجارية.
بالفعل كشف مدير عام المصرف التجاري الوطني علي الخوالدي في تصريح حسب صحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل خدمة التحويل بين المصارف التجارية الواي بي، حيث أفاد بأن كافة العمليات عبر هذه الخدمة إلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية أي زبون الشراء عبر خدمة يوسر بي من مصرف الجمهورية أو الوحدة أو شمال أفريقيا من أي متجر تتوفر به الخدمة. كما كشف بأن خطوات التسجيل في هذه الخدمة تتمثل في مطابقة الزبون لبيانات المتمثلة في الرقم الوطني مربوط برقم الهاتف بالإضافة إلى رقم جواز السفر، ومن ثم التسجيل في المطابقة بإمكانه استخدام الخدمة مع قيام المستقبل أو المرسل في الخدمة بذات الخطوات المذكورة. واضح، شكرا لك. إذا كانت هذه جولتنا في صحيفة صدى الاقتصادية، نمر الآن إلى فقرتنا الموالية الأخبار. آخر الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعناوين: أوامر بإغلاق حقل الشرارة جزئيا، عودة الرحلات الجوية بين سبها والإسكندرية، ومتى تفرج الأمم المتحدة عن أموال ليبيا المجمدة. أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بيانا استنكرت من خلاله ما وصفته بمحاولة تعطيل شريان اقتصادي مهم يتمثل في حقل الشرارة، والذي يمثل 40% من إنتاج النفط في البلاد، وتبلغ حصة إنتاج ليبيا فيه 8% أو 88% وحصة المشغل الأجنبي 12%. كما أكدت الحكومة في البيان ذاته على أن الثروات هي ملك للمواطنين، ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة على حد تعبيرها. وقد أكدت وكالة رويترز أن في وقت متأخر من يوم السبت أن المتظاهرين المحليين أغلقوا جزئيا حقل الشرارة النفطي في ليبيا، وفق ما نقلته عن اثنين من مهندسي الحقل. في السياق ذاته أكدت شبكة بلومبرغ الأمريكية أن الإنتاج في حقل الشرارة انخفض إلى 230 ألف برميل يوميا. وأضافت بلومبرغ أن الإغلاق جاء بعد أن تلقى مشغلو الحقل ليلة البارحة أوامر ببدء إغلاق جزئي للإنتاج، وذلك نقلا عن ثلاثة مصادر قالت إنهم على دراية مباشرة بعمليات التشغيل، وطلبوا عدم ذكر أسمائهم. وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم توافر الكميات اللازمة من الوقود في خزانات الشركة لبريغا لتسويق النفط. وأضافت المؤسسة في بيان أن عمليات التوزيع على محطات الشركة لمختلف المدن تسير بشكل اعتيادي وطبيعي وفقا لخطط العمل، ويأتي ذلك في ظل إغلاق حقل الشرارة النفطي. في موضوع آخر، أعلن جهاز التشغيل الجوي بمطار سبها الدولي عودة الرحلات الجوية بين مطاري سبها وبرج العرب بالإسكندرية في مصر. جاء ذلك بعد العملية اليوم على تسيير أول رحلة من سبها إلى الإسكندرية على متن الخطوط الجوية الأفريقية، وتعد هذه الرحلة هي الأولى من نوعها بعد توقف استمر نحو 10 أعوام من وقف تسيير الرحلات بين المطارين. الملف الأكثر تعقيدا والذي تواجهه البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي، ملف عجزت الحكومات عن تحريكه لتبقى أكثر من 200 مليار دولار حبيسة البنوك الأوروبية. ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج الذي تلتمس بصيصا من الأمل لإفراج أممي عليها. التقرير التالي ومزيد التفاصيل. يعد أحد أبرز الملفات الشائكة التي استعصت على الحكومات المتتالية على البلاد إنه ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج، الملف الذي تواجهه البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 دون النجاح في تحريكه. وللإشارة، فقد جمدت الأموال الليبية في الخارج بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في مارس 2011 ومسجل برقم 1973، والذي يتضمن فرض عقوبات على نظام القذافي بعد اتهامه بقمع حراك فبراير. وتشمل الأموال الليبية المجمدة كل الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها النظام السابق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الخارج، فيما تم تحديد قيمة الأموال المجمدة داخل بنوك العالم شاملة الأصول والسندات ب 200 مليار دولار بحسب إحصائية رسمية.
وتستحوذ أوروبا على 37% من الأموال، فأمريكا الشمالية بنسبة 33%، تليها أفريقيا بنسبة 23%، والشرق الأوسط بنسبة 6%، أمريكا الجنوبية بنسبة 1%. ومن بين الأموال المجمدة استثمارات تؤول للمؤسسة الليبية للاستثمار التي تدير عدة استثمارات في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعية والعقارية والمالية والنفط والغاز، وتقدر عوائدها بمليارات الدولارات. هذا وتتعدد الاستثمارات الليبية في الخارج، ومن أبرزها استثمارات في شركات فيات الإيطالية لصناعة السيارات، وإيني الإيطالية للطاقة، وباير الألمانية للكيميائيات، وبنك يونيكريدت الإيطالية، والبنك الملكي الإسكتلندي، وبنك يوريكلير البلجيكية، ودوتشي بانك الألمانية. وعلى مدار السنوات الماضية واجهت الأموال الليبية المجمدة مشاكل عدة، أولها الأطماع الخارجية للاستفادة منها من خلال محاولات للحصول عليها بطرق غير شرعية، وأخرى عن طريق رفع قضايا تعويضات على ليبيا باءت جميعها بالفشل، فيما لم تلتزم بعض الدول بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإضافة أرباح إيداع الأموال الليبية لديها على أصول المبلغ، ما تسبب في خسارة ليبيا أرباحا ضخمة للغاية حققتها تلك الأموال خلال السنوات الماضية. أما مؤخرا فأعلن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود لوكالة رويترز أن المؤسسة تتوقع أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام الجاري على إدارة المؤسسة بشكل نشط لوصولها البالغ 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. الرئيس التنفيذي أشار إلى أن الجزء الأول من خطة المؤسسة يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول مثل مدفوعات على سندات. فهل يتحلحل هذا الملف ويفرج عن الأموال المجمدة ولو بشكل جزئي لتكون بارقة أمل لتحقيق التنمية المخطط لها في البلاد؟ وفي هذا السياق ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف ضيف الحصة الأستاذ صلاح الدرناوي، ناشط في المجتمع المدني والمهتم بالشأن الاقتصادي. أستاذ صلاح، أهلا بك معنا في اقتصاد بلاس. وبداية، هل تعتقد أن ليبيا ستنجح أخيرا في استرجاع على الأقل جزء من هذه الأموال المجمدة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، وبارك الله فيكم على الاستضافة. لن أقول أن ليبيا لن تستطيع، ولكن فيما سبق تحدثنا عن هذا الملف كثيرا. الملف يحتاج منا إعادة نظر كبيرة جدا. من ضمن إعادة نظر هي إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتوحيد هذه المؤسسات. دعينا نتكلم بالتدريج على بعض هذه الأحداث التي تم ذكرها في التقرير قبل قليل. وهي دعينا نسدها واحدة واحدة. أولا نتكلم على موضوع الأموال الليبية التي تقدر بقيمة تقريبا 200 مليار دولار على حسب الإحصائيات الرسمية. ما هي هذه الإحصائيات الرسمية التي أقرت بأن أموال ليبيا بالخارج 200 مليار دولار؟ هل يوجد فعلا بالفعل هل يوجد احصائيات رسميه بهذا الخصوص؟ لا اظن ذلك سيدي الفاضله، لاسباب عده. ليبيا مرت بمراحل من بعد ثوره 13 فبراير الى الان كان هناك اكثر من لجنه لاسترداد الاموال وتتبعها بالخارج، وجميع هذه اللجان لم تقدم تقرير عمل لها الى الان. لا يوجد اي لجنه. كانت هناك لجنه فيما سبق ايام المجلس الانتقالي، وهذه اللجنه انحلت او لا ادري ماذا حدث لها، ولم تقدم أي تقرير بأعمالها. هل هي استرجعت هذه الأموال أو لا؟ هل قدمت تقرير بقيمة الأموال التي تم العمل عليها أو لا؟ هناك لجنة أخرى تمت عن طريق إدارة القضايا ومصرف ليبيا المركزي، ومن بعد تم تشكيل مكتب في 2017 من المجلس الرئاسي بقيادة السيد أنور عريشي، وإلى الآن لا نعرف ما هو العمل الذي قام به السيد أنور أو أعضاء اللجنة الذين كانوا معه، أو ماذا استرجع للدولة الليبية. لا نعلم بهذا بشيء. الآن هناك مكتب ثاني، هو مكتب قامت به الحكومة، وإلى الآن لا يعلم أحد، وأنا كنت أحد موظفي هذا المكتب، لا يعلم أحد ماذا استرجع أو ما الأعمال الذي قام بها إلى الآن. وكذلك هناك صراع موجود ما بين المكتبين. دعينا من هذا كله، القيمة الفعلية اللي تم ذكرها من حضراتكم وهي 200 مليار دولار.
هناك تقرير قامته احد القنوات من الفترة السابقة قالوا ان هناك في بعض الحسابات موجودة في امريكا، حسابات للعقيل القذافي فيما سبق تقدر بقيمة 100 مليار دولار موجودة، وهذا التقرير موجود في انجلسي في صحيفة انجلسي. هذا التقرير 100 مليار دولار موجودة باسم النظام السابق فقط في امريكا فقط، كيف لها ان تكون القيمة الفعلية الكلية 200 مليار؟ واذا كان هناك 200 مليار 100 مليار 70 مليار للاستثمارات الخارجية، اذا هناك نقول 30 مليار فقط اللي موجودين في 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 باقي الاسواق او باقي المصادر. كيف يكون ذلك سيد الفاضل؟ الارقام الحقيقيه الذي موجوده للاموال الليبيه بالخارج لا يستطيع احد حصرها الى الان، حتى وان تم حصر بعضها ولكن لا توجد ارقام حقيقيه الى الان. بينما الارقام الحقيقيه لا يعلم بها احد، لان هناك بعض الاموال وهي اموال مجمده، هذه المعروفه لدى الامم المتحده وغيرها، هناك اموال مهربه، هناك اموال مخفيه لا يعلم بها احد، تتمثل في بعض المشروعات مشاريع، والان عليها صراع كبير جدا من قبل بعض الشخصيات في الدوله الليبيه وغيرها. وهناك مطامع اخرى حصلت من هذه الفتره وهي الاسترداد الذي تقوم به بعض المكاتب. دعينا نتكلم بشكل اوفى واوضح للناس، حتى بما اننا دخلنا في قناه مثل قناتكم اكثر صراحه مع الناس، يعني حتى يكونوا لديهم درايه ببعض الامور التي تحدث في موضوع الاموال الليبيه ويعرفوا الى اين تتوجه هذه الاموال. انا بحكم كنت فتره من الفترات موظف في مكتب استرداد الاموال الذي يتبع رئاسه الوزراء، وتحدثنا في ذلك فيما سبق، وطلبنا من سيادتكم تقديم او محاوله من بعض الاجهزه الرقابيه في الدوله الليبيه بان تضغط على بعض الجهات التي تقوم بالعمل في موضوع استرداد الاموال بتقديم بيان كامل باعمالها. وهو للعلم ان هذا النشاط من المفترض انه هو يكون نشاط يتبع او يؤول حسب اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد، يؤول لهيئه مكافحه الفساد والاجهزه الرقابيه. ولكن للاسف الاجهزه الرقابيه الان كل جهاز بدا يشتغل بمفرده، ولكن من المفترض ان يكون هناك جسم او لجنه تجمع كل هذه اللجان، تجمع كل هذه المؤسسات، وتقوم بحصر كل الاموال وجميع اللجان الذي قامت بالعمل على هذا الملف وتقديم بيان كامل. نعم. تطلب من هذه المكاتب، تطلب منهم تقديم تقرير كامل باعمالها التي قامت بها. كيف يكون ان في مكاتب تشتغل الان ويصرف لها ميزانيات ولم تقدم تقرير عمل لها، بينما المكتب المده السابقه حصل هناك خلاف بين المؤسسه الوطنيه مؤسسه الاستثمار وبين مكتب استرداد الاموال، بحيث ان مكتب الاسترداد حاول الاعتداء على بعض الاموال المملوكه لهيئه الاستثمار. واضح، شكرا. شكرا. الى اين حصل؟ بعد اذنك انا عندي نقطه اخيره لو تكرمت، يعني نقطه اخيره. هناك ملف، في هناك نقطه ضروري للتوجه عليها ولازم التنويه فيها باي طريقه كانت، وهي ان هناك بعض المحاولات من بعض الاشخاص في مكتب الاسترداد بفتح مكتب او بفتح ما يقال عليه الاسترداد المرحلي في دوله اوروبيه، وذلك باسترجاع اغلب الاموال الليبيه الى دوله اوروبيه اخرى، وهذا يعتبر ضرر عام، بينما الحكومه لم توافق على ذلك. ولكن هناك بعض الاعمال تقوم بها بعض الجهات للسعي وراء فتح مكتب او فتح مكتب معين في دوله اوروبيه لتحويل هذه الاموال المسترده الى هذه الدوله الليبيه، وهذا تجاوز القانون. لا، من المفترض ان جميع الاجهزه الرقابيه او مؤسسات الدوله لا تسمح بذلك، لان هذا غير شرعي او غير قانوني، وهذا سيسبب في اهدار اكثر نسبه من الاموال الليبيه بالخارج. نحن لا نستطيع استرداد اموالنا، فما بالك متى نضع اموال في دوله اخرى نسترجعها فيما بعد، وهذا لا يجوز قانونيا ولا يجوز حتى اخلاقيا. يعني واضح، شكرا لك استاذ صلاح الدرناوي، ناشط في المجتمع المدني والمهتم بالشان الاقتصادي. فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا بكم من جديد. اقتصاد بلس متواصل، والآن إلى جولة في محل بيع حقائب السفر بطرابلس.
عندك هادو الطواقم العرسيات ضد الكسر على 490، طبعا كلهم نفس الاسعار، حاجه ممتازه ممتازه، صناعه صينيه الله يبارك. الالوان تختلف؟ ايه في عده الوان، في على البيج، في على الاخضر، في على الاحمر، في على البودري، على الاكحل، وفي تشكيلات ثانيه هيك. ثلاثة قطع في العرسيات زي هادو، كونوا من 5 قطع ان شاء الله تون نورهم لكم. هادو على 550 ان شاء الله، وفي هيك 3 قطع هادو ان شاء الله كونوا بمبلغ 300 دينار، حاجه عرسيه الله يبارك. في وفي الوان عده الوان، في تشكيلات تانية زي هادو العرسيات الله يبارك على 560، 6 قطع يتكونوا، توفر منهم أكثر. في 3 الملابس والباقي اكسسوار المكياج بالضبط إن شاء الله. وفي هادو ضد الكسر أفضل حاجة الله يبارك، سيليكون على 560، 3 قطع سيليكون ضد الكسر هذا. في تكونوا من عدة ألوان، أما في على الأخضر، على الأصفر، السماوي، أزرق كحلي، وفي نوعية تانية ديزاين متاعهم شبيه للسامسونايت الأصلية، تكون هذه من 5 قطع على 680، فايبر ضد الكسر. في منها مجموعة ألوان، بودري، الأكحل، الأحمر، الأزرق، الأخضر، وفي نوعية ثانية على 450، حاجة الله يبارك حتى هي سيليكون، تكون من عدة ألوان، في منها على البودري، على الأكحل، وفي عندك القماش هم هيك زي هذه الحمراء، أفضل خام هذه ساتان، تكون من 4 قطع، مبلغ 680 دينار. بالضبط، تخافوا من تكسير السيارات يستخدمون. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية موعدنا لليوم من اقتصاد بلس، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.